تحرص العديد من الأمهات على تعويد أطفالهن على الصيام في سن مبكرة، إلا أن بعض هؤلاء الأمهات لديهن تخوف من أثر الصيام على صحة الأطفال، خاصة ونحن نصوم لساعات طويلة. التقرير التالي يسلط الضوء على بعض النصائح التي على الأمهات اتباعها لضمان تقديم التغذية المناسبة للأطفال خلال هذا الشهر الفضيل. من الممكن أن تستغل الأمهات شهر رمضان لتصحيح العادات الغذائية الخاطئة عند أطفالهن، كما أن الأطباء ينصحون الأمهات بالبدء بتدريب أبنائهن على الصيام عند عمر السابعة، حيث تتوسع مدارك الطفل في هذا العمر ويمكن عندها البدء بتشجيعه على الصيام. عدم قدرة الطفل على تحمل ساعات الصيام الطويلة يحتم على الأمهات البدء بتعليم أطفالهن الصيام التدريجي، حيث يعتاد جسم الطفل على التغييرات التي سيواجهها خلال الصوم، مثل هبوط مستوى الجلوكوز في الدم. كما أنه على الأمهات الحرص على أن يتناول أطفالهن وجبة السحور حتى يستطيع الطفل الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، حيث يفضل الأطباء أن تقدم الأم للطفل الأطعمة الغنية بالبروتينات لضمان حصول جسمه على الحصص الكافية لبنائه بشكل سليم. كما أنه على الأم الحرص على تنويع الأطعمة التي تقدمها لطفلها في وجبة الإفطار، حرصا على حصوله على جميع الحصص الموصى بها من الألياف والمعادن المهمة لنموه بشكل سليم. على الأم الاهتمام بتناول طفلها السوائل ما بين وجبتي الإفطار والسحور، حيث يحتاج الطفل لشرب كمية كبيرة من الماء، أي ما لا يقل عن 8 أكواب، بالإضافة إلى الحليب والعصائر وغيرها. كما أنه على الأم تقليل تناول طفلها لكل الأطعمة والمشروبات غير الصحية التي قد تسبب الانتفاخ وتؤثر على عملية الهضم، والحرص على مراقبة الطفل طوال فترة الصيام للإطمئنان على حالته الصحية أثناء نهار الصوم. ومعنا عبر سكايب من عمان اختصاصية التغذية نور جهاد. صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا، وكل عام وأنت بخير. ما السن المناسبة لبدء الصيام عند الأطفال صحيا؟ صباح الخير، كل عام وأنتم بخير. خلينا نحكي من ناحية طبية ومن ناحية تغذوية، السن الأنسب لصيام الأطفال هو سن البلوغ، ولكن للتأكيد هاي من ناحية طبية وأيضا من ناحية تغذوية. نعم. إحنا بنحكي دائما من سن البلوغ لحتى نتأكد من أن الصيام لا يؤثر على الطفل على نموه أو حتى على صحته، ولكن من الممكن أن الأهل يبدأوا قبل سن البلوغ ولكن بشكل تدريجي. في أهالي كتير ممكن يخلوا أطفالهم يصوموا ممكن اللي هي لساعات قليلة أو حتى لنص النهار، ممكن لأذان الظهر أو حتى لأذان المغرب، وأيضا من الممكن أنهم يخلوهم يصوموا يوم أو يفطروا يوم، نوعا من تقبل الموضوع أو تقبل موضوع الصيام وللتعرف أكثر على الصيام. نعم، يعني الطريقة الأفضل برأيك نور إنه ما نبلش بصيام العصافير، اللي هو يعني الصيام البسيط لفترة الظهر اللي معظم الأطفال بيبدأوا فيه، وبعد هيك بيتدرجوا ليوصلوا للصيام العادي. بس يعني خلال هاي الفترة سواء الأطفال كانوا قادرين على الصيام طيلة اليوم أو نصف اليوم، كيف من الممكن للأهل بأنهم يستثمروا فترة رمضان وفترة الصيام لتخليص الأطفال من عادات غذائية ما بنقول سيئة، بدنا نقول غير صحية؟ صحيح، بس قبل الإجابة روز رح أنوه لموضوع جدا مهم، إنه في أطفال حتى الصيام اللي هو التدريجي وصيام اللي هو خلينا نحكي صيام يوم وإفطار يوم آخر، هذا من الضروري أيضا مراجعة طبيب الأطفال لحتى نتأكد من إنه الصيام ما رح يأثر عليهم. وفي أطفال خلينا نحكي إنه للأسف ممكن الصيام يأثر عليهم، من الضروري إنه أنوه قبل ذكر ما هي العادات السلوكية. نعم، ممكن نحسنها بعد إذنك. تفضلي تفضلي نور. شكرا. الأطفال اللي عندهم فقدان بالشهية من الضروري أنه نقلل موضوع الصيام أو خلينا نحكي نأجل موضوع الصيام. الأشخاص أيضا اللي بيكون طولهم ووزنهم ما بتناسب مع عمرهم، عندهم مشاكل في النمو. الأطفال اللي عندهم فقر في الدم، أيضا الأطفال اللي عندهم مشاكل وأمراض مزمنة مثل أمراض الكلى، أمراض القلب والسكري وغيرها، فمن الضروري مراجعة الطبيب لنتأكد أن الطفل ما بيعاني من أي مشاكل صحية. أما بالنسبة روز للعادات السلوكية اللي ممكن أنه الأهل يغيروها، في إحنا شغلة بنحكي لها أنه لأي شخص سواء طفل أو حتى بالغ لحتى يغير من عاداته السلوكية بيحتاج فقط 21 يوم عادات سلوكية وتغذوية قد تتغير
خلال 21 يوم. فما بالك إحنا معنا شهر رمضان، صحيح ممكن نخلي الطفل إنه ساعات صيامه هي قليلة، ولكن أيضا ممكن إنه نستغلها. ومن الضروري إنه إحنا نكون قدوة أطفالنا. ممكن الأطفال اللي ممكن بيشربوا المشروبات الغازية أو حتى بتناولوا الشيبس وغيرها من الحلويات، نحاول نحكي لهم ونفهمهم ليش إحنا هاي الشغلات مش ممكن إنه نتناولها برمضان، من باب إنها ممكن تتعبنا أثناء الصيام، وأيضا إنه إحنا كمان ما عم نتناولها عشان بوقت الصيام ما رح تتعبنا. كمان الحلويات عندنا هي تعتبر من الأشياء الأساسية على سفرتنا برمضان، وبالتالي أطفالنا رح يتناولوا من هاي الحلويات، فممكن الحلويات الرمضانية نقلل منها، ممكن نعملها مرة واحدة في الأسبوع، بالإضافة أيضا إنه نعمل حلويات صحية معها مثل المهلبية، ممكن أيضا الحلويات اللي هي مختصة برمضان، ممكن المهلبية عليها أمر الدين، أيضا ممكن نعمل كيك صحي، كلها أفكار صحية ممكن أشارك فيها طفلي وممكن طفلي يستمتع فيها برمضان دون حرمان، وأيضا من ناحية التغيير العادات السلوكية. نعم، ولكن يعني نور بنفس الوقت يعني الأطفال لما بيصوموا بتلاقيهم خلال فترة الصيام بيخطر عبالهم أكلات معينة، سواء من الأكلات السريعة أو حتى الشيبس ويعني كل الحلويات اللي هم بيحبوها، فبالتالي بيحاولوا يجمعوها قبل فترة الإفطار وعلى الفطور ببلشوا فيها. فخلينا نعطي كمان طرق للأهل عن موضوع الفطور الصحي قبل ما ننتقل لموضوع السحور الصحي. الفطور الصحي هو جدا مهم، من الضروري انه يكون بيحتوي على سوائل. في فترة ساعات الإفطار للطفل ضروري انه نعوض السوائل اللي فقدها من خلال شرب الماء، من خلال الشوربات، ايضا من خلال الفواكه والخضار. فمثلهم مثل الكبار، احنا لازم نعوض السوائل، ولكن اهميه السوائل او حتى الجفاف للطفل يعني هو شيء جدا سيء. في اوقات نحكي للام في حاله انك انت انتبهتي على طفلك انه صار في عنده تعرق او صار في عنده اسهال، ضروري جدا انك تخليه يفطر لحتى ما يصير في عنده جفاف. فأول خطوة وأول نصيحة رح تكون مني لمشاهدينا إنهم دائما ينتبهوا على أطفالهم ويعوضوا السوائل اللي تم فقدها، بالإضافة أيضا للأطعمة اللي بتحتوي على البروتينات. الأطعمة اللي بتحتوي على البروتينات مثل الدجاج، اللحمة، السمك أو حتى البقوليات من الضروري إنها تتواجد لأنها مهمة جدا لنموهم. نعوضهم دائما بالأطعمة اللي بتحتوي على نشويات معقدة مثل الفريكة، مثل البرغل، تكون هاي دائما أو حتى المعكرونة دائما تكون موجودة على وجبة الإفطار لحتى تمدهم بالطاقة لأطول فترة ممكنة، خصوصا إنه الأطفال بنقطعوا عن الطعام والشراب لفترات جدا طويلة، فالطاقة بأجسامهم بتقل بشكل كتير كبير وهذا ممكن إنه يأثر عليهم. نعم، طب إذا بدنا نحكي عن موضوع النصائح بفترة السحور، إيش هي أفضل الوجبات اللي ممكن الأطفال يتناولوها خلال فترة السحور عشان تاني يوم يصوموا بشكل جيد؟ نعم، رح نركز على النشويات المعقدة بوجبة السحور لحتى أيضا تمدهم بالطاقة خلال اليوم الرمضاني وخلال صيامهم لفترات جدا طويلة، مثل الخبز الأسمر، أيضا مثل الشوفان، يركزوا على هاي الأطعمة خلال وجبة السحور. أيضا البروتينات، لأنه زي ما حكينا هي بتمدهم بالطاقة لأطول فترة ممكنة البروتينات، وأيضا مهمة للنمو، مثل البيض، مثل الحليب، مثل الجبنة أيضا، ولكن مش الأجبان المطبوخة، الأجبان اللي هي بتكون البيضاء قليلة الدسم وقليلة الملح لحتى ما تتعبهم خلال فترة الصيام. ممكن أيضا يركزوا على الفواكه اللي بتكون غنية بالماء وبالبوتاسيوم لحتى ما يشعروا بالعطش لفترات جدا طويلة. من الأمثلة على هاي الأطعمة ممكن نركز على البطيخ، ممكن نركز على الشمام، التمر أيضا، الموز، ممكن نعملهم عصائر من الموز والحليب، جدا مهم وطيب للأطفال خلال وجبة السحور. نعم، شكرا. إذن كانت معنا عبر سكايب من عمان اختصاصية التغذية نور جهاد، شكرا جزيلا لك.